حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عمرو، عن ابن أبي ليلى قال ما أنبأ أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى غير أم ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة اغتسل في بيتها، فصلى ثمان ركعات، فما رأيته صلى صلاة أخف منها غير انه يتم الركوع والسجود